كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. السلام عليكم. تنشكروا السلطات وكنشكروا جميع اللي نظموا هذا الحفل هذا، والناس الحمد لله راه فرحانين، والمغاربه تبارك الله راه كل شيء فرح. وكنشكروا المخزن حتى هو اللي ضبط المسائل ديالو وقاد الامور ديالو، وكنشكروا رئيس الجامعه القجع اللي حتى هو دار المجهود ديالو وخرجنا هذا الفريق القوي. وان شاء الله ان شاء الله الفينال ان شاء الله الرحمن الرحيم نديو ان شاء الله الرحمن الرحيم. وشكرا بزاف. الماتش وكنفرح ليكم ونفرح المخزن ونفرح ليكم كاملين، وصلاة على النبي عليكم وبالصحه والراحه. تحيه للكعبي. الماتش ان شاء الله تبارك الله فرحانه بهم، ماشي فرحانه وفرحانه وفرحانه ديما عسكره، وصلاه على النبي عليكم كاملين وصحتكم كاملين. كانت حقا مقابله رائعه في المستوى، لبؤات ابنا على مستوى رائع، جهود متميزه، النهائي ان شاء الله من نصيب المغرب هذا لا شك فيه، بالمتابعه الجمهور العجيب الرائع، تحيه لهم جميعا. كانت المباراه جد قويه، كنحمد الله ونشكره على هذا، كنشكر الله ونحمده على هذا الفوز هذا. واخ النوش ارحل. اول حاجه السلام عليكم بعدا خويا، كنشكروا البنات اللي داروا مباراه في المستوى، قدموا واحد المباراه اللي كتلق بكره القدم الوطنيه ديال النسويه، وحريه الجماهير العسكريه، وتحيه لكاع الناس اللي كيشجعوا المنتخب الوطني. تحيه النسوي. ضيعوا شحال من هدف، ولكن ديما عسكر ديما عسكر كوز، ضيعوا بزاف الهدف، ولكن ضيعوا بزاف الاهداف، ولكن شرفونا في الاخر، ربحوا في الاخر، كملنا الفرحه ديالنا. ديما مغرب وديما غادي تبقى مع وغادي يبقى المغرب في قلبنا. خويا بالنسبه للمباراه ديال اليوم، مباراه كانت رائعه، وهاد البنات فرحونا احسن من الدراري، وديما مغرب وحريه العسك. الحمد لله للجمهور ديال الافار رشوهم كاملين. الحمد لله كيمشوا المنتخب بلا الافار راه كيوالو، انتوما الدريات رشوا، احنا تعنا الفينار وديما عسكر. كانت مباراة زوينة في الحقيقة، بالأخص في الشوط الثاني قدموا واحد المقابلة زوينة، وإن شاء الله يديو اللقب، وديما مغرب وحنا غادي نكونوا معاهم. والله إلا جايين من بلاصة بعيدة باش نتفرجوا في المنتخب، والله والصراحة راه حمروني الوجه. اولا كنبغيو نهنيو المنتخب المغربي على الفوز ديالو، المنتخب النيجيري، حنا فرحانين بزاف بالتأهل النهائي، وكنبغيو نشكر السلطات اللي امنت لينا هذا الحدث الكبير، واخا كانت صعوبات في الدخول، ولكن تمكنت السلطات باش تمكن من ضبط ديال الامور. نشكر جلالة الملك، وكنتمنوا له الشفاء العاجل ان شاء الله. ديما جينا من فاس انا وليداتي وحفيضاتي، وملي جينا في 6 الصباح وحنا جالسين، الله يكمل عليهم بخير، الله يجعل الرحمه لكل وليداتنا المسلمين اجمعين، جاونا زوينين الله يكمل عليهم بالرحمه. ترى وليداتنا ترى وليداتنا ان شاء الله. On est venu de Paris regarder le match. On est des MRE. Inch'Allah, le cas ديالنا ديال المغرب. Match واعر واعر. وقبل الماتش أنا قلت بينالتي 1-1 والمغرب غيتأهل للفينال. إن شاء الله لا فينال ديالتنا. Vive le Maroc!
تحيه للناس الرشيديه ان شاء الله. وي خويا عجبنا اليوم المنتخب، كان احسن نادي وربحنا نيجيريا وديما مغرب ديما مغرب. احنا فرحانين بكم حيت احنا جينا من طنجه، جينا نشجعوا لبؤات الاطلس، وان شاء الله باذن الله لاكوب اليوم ان شاء الله، وغادي نجيو في الفينال، اجي من طنجه وغادي نرجعوا ثاني وغادي نمشيو ثاني الفينال، وان شاء الله الكاس، الكاس ديالنا يا ربي كنتمنى، وانا فرحانه بزاف حيت انا جيت هنا. بيف لو ماروك وديما مغرب ديما مغرب. جو سوي تري 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 فيير لي ماروكان. فيليسيتاسيون ديما مغرب ديما مغرب. بيف لو ماروك. المغرب دائما يبقى الفوق ودائما المغرب الفوق 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 ديما مغرب. Bonsoir à tous les Marocains, je suis Guinée Conakry. Je supporte les Marocains, on est ensemble jusqu'à jour de la mort. Merci à vous Marocains. صراحة كان الماتش لعب على الأعصاب ديال المغاربة كاملين. صراحة الماتش لعب على الأعصاب ديال المغاربة كاملين، لا في الميطة الأولى لا في الميطة الثانية، سيرتو بيلانتيات راه قلبنا كله كان مع اللعابة. وبغينا من هذا المنبر نشكروا المدافع الكارديه خديجه، شكرا بزاف، وان شاء الله الفينال مضمون. مبروك مبروك للمنتخب الوطني النسوي، مبروك. والمغرب المغرب والصحراء. قبل الماتش كنت متخوف من المنتخب النيجيري، ولكن من بعد الماتش ملي شفت بريمير ميتون دوزيام ميتون لقيت بالفعل كاين عندنا منتخب رائع، وكنتمنى نمشي للفينال. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. تشكروا هذا المنتخب المغربي النسوي، داروا المجهود وفرحوا المغرب وفرحوا الشعب المغربي وخلونا فرحانين، واول مره تتوقع هذه النتيجه هذه. تنتمناو لهم الحظ الموفق، وتشكر الشباك غيزلان دارت المجهود، وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب. حنا اليوم فرحانين بالمنتخب النسوي اللي لعب ماتش زوين بزاف، واخا كانوا واحد شويه ديال الضغوطات وشويه ديال الاخطاء في الميليو خصوصا. نتمنى ان شاء الله الدراري تانسبيراو من البنات تاهما ويفرحونا ان شاء الله، ان شاء الله يفرحونا في قطر ان شاء الله. او شكرا. او فيف لو ماروك ديما مغرب. السلام عليكم خويا، فرحونا اليوم فرحونا اليوم، داروا اكثر من المجهود ديالهم، وما عمرنا زعما تنفرحوا حتى سيدنا فرحوا. وشكرا الله يرحمه. لا 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 لا